الحياة ولد وبنت، راجل وست، شهريار وشهرزاد، ده اللي ياما طبعا سمعنا عنه طول الألف ليلة وليلة، ان دايما شهرزاد هي اللي بتحكي لنا قصص وألف قصة وقصة. لكن النهاردة هنسمع عن حاجة جديدة، هنسمع عن شهريار هو اللي هيحكي لنا حواديته بقى عن الحب والكره والنجاح والصعود والهبوط. وشهريارنا النهاردة هو النجم أحمد زاهر. كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. وانت طيبة والله وأكرم شهين، ربنا يخليك يا رب. كان نفسك تكون شهريار في يوم من الأيام؟ ممكن، ليه لا؟ ده شيء عظيم، ده شيء جميل قوي. طبعا مين هيقول لا؟ ده مش معنى ايه يعني اكتر حاجه حاببها في الموضوع ده؟ الفكره الشهريار نفسها هي فكره طبعا، بس يعني انها تتنفذ متهيألي هتبقى صعبه، لان الواحد بيبقى قادر على واحده بالعافيه. لما يبقى قادر على كل دول صعبه قوي. بس هي فكره طبعا، يعني مجرد فكره في الاحلام يعني، انما انها تتنفذ في الواقع ما اظنش يعني. احسن برضو ما اظنش. الواحد يتعب قوي. تربيه البنات اسهل بكتير من تربيه الولاد ولا اصعب؟ والله انا ما جربتش اربي ولاد، بس انا شايف ان تربيه البنات جميله، والبنات نفسهم جمال وحنينين قوي على ابوهم، وبتعرفي تتفاهمي معاهم يعني. وفي النهايه هم متهيألي يعني ان هم هيشيلوا اكتر من الولد، لان الولد دايما بيبقى مع مراته واولاده وبيته التاني، وحتى وهو صغير قبل ما يتجوز بيبقى مع اصحابه وبينطلق في الشوارع. دايما البنت هي اللي بتبقى جنب مامتها وباباها، موجوده في البيت، حبيبه ابوها قوي بقى يعني. وانا عندي اربع بنات الحمد لله، الله اكبر. احمد زاهر، حياه السلاطين والجواري والحرم لك كنت اتمنى اعيشها ولا امراه واحده تكفي؟ لا، انا بالنسبه لي امراه واحده تكفي، لان امراه واحده اكون بحبها وبتحبني، في تفاهم ما بيننا، في اسس ماشيين عليها، متفقين على كل حاجه، متفقين على تربيه ولادنا، كل الحاجات دي لما تبقى مع واحده بس افضل بكتير ما يبقى الواحد مشتت نفسه ما بين 50 واحده ويقول لي دي حاجه وينسى وقالها لمين، والحاجات دي كلها خطر يعني. لا بالعكس يعني، هي واحده بصراحه تكفي. السيد احمد عبد الجواد بطل ثلاثيه نجيب محفوظ، هو نموذج الغالب للرجل المصري ولا ده حد ما حدش بيشوفه خلاص مش موجود؟ لا 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 موجود، لا 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 موجود طبعا، موجود في ناس كتير جدا كده، بس الحمد لله انا مش منهم. بس عايز اقول لك على حاجه، السيد احمد عبد الجواد ده في ناس زيه بالظبط، اوكي، بس في ناس كتير بقى واخدين صفات يعني حاجات، بس مش كلها. انا ممكن اكون واخد حاجات زي ايه بقى؟ زي مثلا ان انا لما بتعصب واقول قرار مش عايز حد يناقشني، هو قراري اللي هيمشي في النهايه، لان ممكن اكون انا شايف اكتر من اللي حواليا، شايف الصح ايه. زي مثلا ما خدت قرار ان بناتي مش هيمثلوا تاني، الكلام ده من 5 سنين، انا اللي خدت القرار، انت فاهمه؟ هم زعلانين، هم متضايقين، لا سوري يعني يتفلقوا، انا اللي شايف الصح ايه، فانا اللي بقرر. فهو ده، ففي بعض الصفات ممكن الواحد بياخدها لكن مش كلها. احمد زاهر، عمليات التجميل نصب لانها بتغير الحقيقه ولا كويسه لان بتخلينا نشوف مواصفات اجمل؟ على حسب عمليات التجميل دي ايه. ما ممكن يبقى في حد عنده عقده مثلا ان مناخيره مثلا معوجه شويه، فحاسس بعقده رهيبه، وده مأثر عليه نفسيا ومخليته للوقت مكتئب ومش عايز يخرج ومش عايز يقابل حد. وي 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 وي. لا، ده انا شايف ان هو لما يعدل مناخيره دي مثلا يعني، ويشوف نفسه بشكل ألطف، نفسيته هترتاح، هيبقى افضل، هيبقى احسن. انما انا بعمل عمليه تجميل علشان انفخ شفتي ولا انفخ خدودي ولا انفخ مش عارف ايه، يعني متهيألي دي حاجات اوفر شويه. انما لو حاجه هتريح بني ادم، حد تخين جدا مثلا عايز يعمل عمليه علشان ينزل من وزنه علشان يبقى بني ادم يعني. انا مراتي عملت مثلا عمليه جيستريك سليف، هي عملتها لانها كانت متضايقه من شكلها وانا كنت خسيت، وشافت ان ما ينفعش نبقى كده، انا رفعت جدا وهي لسه ومش عارف ايه، فاضطرت انها تدخل تعمل عمليه الجيستريك سليف مثلا علشان خاطر تنزل ويبقى شكلها ملائمين لبعض، زي ما كنا ملائمين لبعض قبل كده نبقى ملائمين لبعض بعد كده. بتتضايق من منشطات الصحافة اللي بتقول مثلا زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها؟ بتضايق. ليه بقى؟ مش عارف،
يعني غيرة. انا بتضايق يعني دي مراتي يعني دي مراتي انا يعني مراتي وحبيبتي انا ما احبش حد يتكلم عليها يعني انت فاهمه بس هي بتنبسط يعني اكيد اي ست بتنبسط لما حد يعلى عليها تعليق كويس وانا بنبسط لها بس انا من جوايا اكيد طبعا ببقى متضايق يعني. ليلى وقعت في قصه حب وحكيت لك عليها ولا لسه تدبح ما انا بقى هنا بقى ايه جنس السيد بقى هنا نسي السيد انت جالها عريس وكنت هتضربه يا نهار اسود لا يعني اللي بيفكر بس يجي ناحيه بنت من بناتي ببقى حاسس ان انا عايز اختاله عريس ولا لو عريس ولا لو الجن مين ده اللي يجي ياخد بنتي لا يعني انا اقعد اربي واكبر عشان واحد يجي ياخدها على الجهاز ويمشي بيها يروح بيها البيت كده هيحصل يا احمد هيحصل طبعا لا. انا عارف انه هيحصل حضرتك هتبقى عادل امام في عريس من جهه امنيه بالظبط انا عريس من جهه انا عادل امام في عريس من جهه امنيه مع بناتي دي حقيقه والله بجد تصريح غريب اهم عيوب الست المصريه من وجهه نظر احمد زاهر انها دايما ممكن تكون بس انا مش بتكلم عن مراتي انا بتكلم عن الست بشكل عام انها خوف دايما ولا لا لا خالص لان هي مش فيها دي ان هي دايما بتبقى شايفه نفسها ان هي ممكن تتقارن مع الراجل هي الست ممكن تعمل كل المهام اللي ممكن بيعملها الراجل او اغلبها مش كلها طبعا اغلبها لان في حاجات ما تقدرش عليها الست بس عموما حتى في القران نفسه حتى في ديننا نفسه الراجل اعلى من الست حتى لما بيبقى في ورث بيقول لك البنت بتاخد مش عارف ايه والراجل بياخد الضعفين يعني ده ربنا نفسه اللي بيقول ان الراجل عشان هو اللي بيتعب فما ينفعش دايما اقول انا زي الراجل لا انت مش زيك زي الراجل انت ست ولازم تتصاني وتتشالي فوق الدماغ وكل حاجة في الدنيا بس انتي ست وانا راجل ايه العيب اللي هي شايفاه فيك وانت مش قادر تغيره العصبية بتكتفي بلقب ابو البنات ولا ممكن تكسر اللقب ده وتجيب لنا ولد لا الحمد لله ده كده حلو قوي رضا طيب هقول لك تصريحات وتعليقك عليها أوكي. في هذه الحالة سأوافق على عودة بناتي للتمثيل لو جالهم دور جامد جدا 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 ما ينفعش يتفوت انا برضو خلي بالك انا فنان هو انت ليه رفضت ان هم يكملوا تمثيل اصلا انت اللي مدخلهم الاول لا انا دخلتهم ده كان الافيه ما بيني وما بين تامر انت انا وتامر انتيم بقالنا 16 سنه وملك وليلى دول مولودين على ايده يعني هو غنى فرحنا اساسا تامر فيعني ده كان افيه مجرد افيه ما كنتش متصور ان الموضوع هيمشي كده ان هم هيطلعوا كويسين وان الناس هيعجبوا بيهم وفجاه بقوا نجوم الاطفال وفجاه بقوا بيطلبوا في كل الافلام وفي كل المسلسلات وبدا بقى يطلبوا في حاجات انا ما ينفعش اوافق عليها يعني انا بنتي مش تطلع تقول بيره وحشيش ومخدرات انا مش عارف مثلا في فيلم شعبي لا سوري انا بناتي كمان بقوا قدوه للاطفال فمش بس الاطفال ده اهاليهم هيدوا عليا فلو جالهم دور جامد جدا 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 ممكن ساعتها اوافق انا وجهه نظري ان هم انا مش منحهم عن التمثيل عشان التمثيل وحش مثلا او غلط او 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 لا انا منحهم عن التمثيل لان فتره المراهقه دي لازم يبعدوا انا شايف ان اصح حاجه التجربه عندنا تجارب كتيره جدا جدا اصح تجربه هي مثلا تجربه كريم عبد العزيز مثل وهو صغير واختفى لغايه لما ظهر لنا كوجه جديد في اضحك عشان الصوره تطلع حلوه وهو شاب وكبير انت فاهماني هنا الناس مش هتربط ما بينه وما بين الصغير لكن لغايه دلوقتي انا ليلى لما بتمشي معايا في اي مكان يقول لها انت بتعرف تعمل ايه اللي هي الجمله بتاعتها لا ما هو الجمله دي لازم تتنسي ولازم حضرتك تنسي انها طفله لانها ما بقتش طفله يعني الاوقات الحلوه بتاعتي بصراحه حلقتنا النهارده بشكرك بجد على وجودك معانا النجم احمد زاهر كل سنه طيب رمضان كريم من جديد وبس قبل ما نمشي حابه انك تقول كلمه نهائيه توجهها لشهرزاد اقول لشهرزاد اللي هي شهرزاد بتاعتي انا حبيبتي ومراتي اقول لها ربنا يخليكي ليا يا احلى شهرزاد ويا رب دايما نفضل مع بعض كده متفاهمين ومكملين بعض العمر كله يا رب ان شاء الله شكرا ليك بكره حلقه جديده وشهر جديد على النجوم اف ام كنت معاكم جيهان عبد الله